وايجولا جاي له عرض فعلا من ليون الفرنسي لا ده ولا اسمه دودو. دودو جاله فعلا، جاله جاله فعلا، بس طريقه الدفع الفلوس ما ظبطتش. ما ظبطتش مع باشمهندس فرج. طب عايز اسال حضرتك سؤال في فانتازيا شويه بس هو مش بعيد، يعني ايه الفريق اللي لو حضرتك اخترته دلوقتي 11 لعيب تاخد بيهم بطوله الدوري؟ هي بتأسي كده، طيب بتأسي هي ازاي؟ موضوع مش لعيبه بس، يعني هو الموضوع مش مدرب مع لعيبه بس، هي مدرب مع لعيبه، مع اداره، مع جمهور، يعني الموضوع يعني مش سهل. طب افرض فرقه من غير جمهور تقدر تاخد دوري؟ قبل ما اقول العرب قبل كده عمل وخد بطولات افريقيا وخد، بس طفرات يعني لا صعبة يعني. ماشي، ما هو دايما ما بتحصل طفرات، ما الطفرات دي مهمه. طب تقدر؟ تقدر، بس تبقى كل الناس مصدقه. يعني انا ما ينفعش اجي فرقه مثلا من غير جمهور ويبقى الكونسبت بس عشان هما بيدفعوا كتير فانا عشان كده بروح، لا، في لازم توفر المناخ اللي انت تقدر تاخد بيه بطوله. ماشي. المناخ ده مش فلوس بس، انت تقدر ماديا ماشي، دي ميزه عندك، بس انت ما عندكش جمهور، فدي الميزه دي اقدر استخدمها ازاي؟ اقدر استخدمها ازاي تبقى ايجابيه مع الفرقه؟ فهي قصه كده، يعني الموضوع مش فني بس، لازم مع اداره كمان. الاداره مهمه جدا جدا في توفير المناخ اللي يوصل لبطوله. تحب حارس المرمى بتاعك يبقى حارس مرمى كوير ده نمره رجليفة واحد، رقم لو ما واحد؟ بعرفش يلعب برجله تبقى مشكله بالنسبه لي انا. فانت عندك بالنسبه لك دي هو اولويه. نمره واحد في مصر بيلعب برجله هو الهاني سليمان. نمره واحد في مصر في مصر والله. نمره، ما فيش في جون في مصر بيلعب برجله زي الهاني سليمان. طب كويس، دي معلومه بس ما انا بقول لك اهو، بس قصادها حاجه تانية. ما انت خلي بالك، ما هو الهاني جون خبره وجون كويس جدا، بس طبعا كل مدى السن بيكبر، ايوه. لكن هو في الاخر لغايه دلوقتي هو من احسن الاجوان اللي بتلعب في رجله، يعني واحسن جون بيلعب برجله في مصر.